وعشان كده سموها جزيرة رومل. كل الحرب اللي حصلت في العالمين كان الجنرال رومل بيقودها من مغارة في الجزيرة دي. بص وراك سعادة البيه، شايف الخرم اللي في الجبل ده؟ اهي دي فتحة المغارة، جواها سرداب غويط فتحوه الألمان في بطن الجبل. وطي راسك أحسن، السقف كله حديد. رومل كان قائد عظيم، عارف الصحراء حتة حتة. آدي مغارة رومل، وهنا زي ما أنا واقف كده كان المكتب بتاعه، هاي الهتلر. هنا كان بيحط الخطط اللي دوخت الإنجليز، بس في الآخر جاله جنرال مونتجومري بتاع الجيش الثامن بتاع الإنجليز وكسب منه الحرب. ودي الفتحة اللي بيدخل منها الهواء للمغارة. ودي فتحة تانية للمغارة، عشان لو الفتحة الأولانية انسدت يقوم رومل يلاقي دي يخرج منها. حبيت اريحك من السواقه شويه. فتحت العربيه ازاي؟ سبع ولا ضبع؟ سبع طبعا. والدولارات؟ في امان. شايلها فين؟ مستعجلين قوي، اعصابنا تعبت. امال انا اعمل ايه؟ فت من خط النار، جمركوا الحدود. انت راجل معروف لرجال الحدود بالامانه وحسن السير والسلوك. اهي دي لوحدها تساوي اكتر من التلت، ولا ايه رايك يا حاتم؟ واحنا لسه هنفصل، هتاخد التلت وفوقيهم بوسه كمان. طمنا بقى، فين الفلوس؟ رزم ملفوفه في اكياس نايلو في نايلو. فين؟ في الاستبن بتاع العربيه. احوت شمال. على فين؟ احوت شمال. ليه عملت كده؟ بدخلوا التاريخ، بدفنوا في مخابر العالمين كل العساكر اللي نايمين في المخابر دي. ماتوا ليه؟ خلاف. خلاف حصل بين الحلفاء والألمان، قتلوا بعض. أنا بقى زي الحلفاء أو الألمان مش مهم، اختلفت مع عرفان قتلته. والاسم على اتنين احسن من تلاتة يا صاحبي. وقفت ليه؟ تعال جنبي هنا. ليه؟ يمكن تقول الاسم على واحد احسن. Thank you.
المهم العميل. استنى على نار. يعني يسلم ويستلم؟ لا، يستلم ويسلم. لازم تكون واثق فيه. زي ثقتي فيك تمام. اشرب كاس. اشرب. هتعمل ايه بنصيبك؟ هعيش في الجنة. ما بتردش ليه؟ بحسدك. علي نصيبك قد نصيبي. انت اكتر فلوس وحب. تقدر تقول لي هل عشت مع زهرة ازاي بعد ما قتلت ابوها؟ مين هيقولها؟ انت؟ طبعا لا. لكن مش هنسألك عن أبوها. لما تشوف الفلوس هتنسى كل شيء إلا صاحب الفلوس. يا صاحبي. صحيح يا زهرة. صحة المرحوم. الليلة دي حطينا الأساس اللي هنبني عليه حياتنا الجديدة بعيدة عن السرة والإجرام. ما بتشربش ليه؟ زعلان على عرفان؟ كان لازم اقتله. لا حب راضي يريحني فيه ولا فلوس راضي نتهنى بيها. رفض جوازي من زهره. رفض ياخد اجره مشال. عاوز التلت. طماع يستاهل الموت. اشرب ما تشيلش هم يا صاحبي. انت اتولدت من جديد معاك فلوس تكفيك لعمرك كله. خلاص لا نط مواسير ولا الزرق الغسيل. اسمع، لولا اني بحبك ما كنتش رقيتك من حرامي غسيل الى مهرب خطير يا صاحبي. انت شربت كتير، اطلع نام يلا. عندك حق، لازم انام عشان أحلم أحلم سعيدة وأشوف زهرة في المنام.
تصبح على خير. يا صاحبي وانت مش هتنام؟ لا هخرج اتمشى شويه. وماله الليله تراوح يا صاحبي. الو الي انا حاتم. طبعا كلها دولارات من الورق الاخضر الكبير اللي بيحبه قلبك وملفوفه في اكياس نايلو في نايلو. طبعا جاهز. المهم انك انت كمان تكون جاهز. انا في العجمي يعني مسافه السكه. عيب انا حاتم اشم ريحه البوليس من على بعد 10 كيلو. ضيا؟ لا ضيا مسافر راح يجيب لنا عمليه تانيه كله عشانك يا مسيولي. بس انت شخشخ جيبك. خلاص يا مسويلي جايلك حالا. اوروفار يا صاحبي. اتفضل. ضيا ايه الحكايه؟ جبت لك الدولارات زي ما اتفقنا. امال فين حاتم؟ اللي يهمك الدولارات وبس. الفلوس اولا، كل رزمه بألف. عايز فيهم كام؟ ما احنا متفقين. احنا ما اتفقناش على دولارات مزيفة. مزيفة؟ روق اعصابك. الفلوس كلها اهي، مش عاوز منها حاجة. وميسي يقولي هيفهمك. فهمني يا ميسي ولي.
أنا لسه ما فهمتش حاجة يا مسيو لي. الفلوس دي كلها مزورة يا مسيو حاتم. ازاي حاله؟ لسه تعبان، بديله حقنه مسكنه. بنتي اديني عنوانها. هادي تأديف. بيهم فين؟ هديلك النص، ها؟ قول بقى. لا، اوعى تموت. لو مت هقتلك. عرفان، عرفان، عرفان. بابا 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 رد علي. كنت حاسس هياخدوه بيه. مين هم؟ مين هم؟ المهم الفلوس انا شايلهم في الحميمات في القلعة المهجورة. خليكي ورا زهرة زهرة زهرة. تلاتة لا بابا، بابا رد عليا يا بابا. ما سيبنيش يا بابا، ما سيبنيش. Thank you.
انت مين؟ انا حاتم. تطلع ايه؟ اسألها. تعرفي؟ طبعا، انا شريك المرحوم. اسف يا زهرة، نسيت اقولك الباقية في حياتك. بقى انا ومرحوم وواحد تالت كنا شركة في عملية تهريب. كذاب، بابا عمره ما كان مهرب. صحيح، طول عمره راضي بحاله، لكن اهو طلعت في دماغه اني انا هرب دولارات. ضحك علينا وخبى الفلوس وقال لبنته على مكانها، وبنته جابت صاحبها. لكن الحق ما يروحش، وانا صاحب حق يا صاحبي. وهي غلطة يا زهرة، تعيش انتي وتصلحي غلطة ابوكي. يعني انت اللي قتلته؟ هو انا قتل؟ الله يرحمه. رايح فين؟ كل واحد هياخد حقه ويروح لحل سبيله. سوق يا صاحبي. احنا رايحين فين؟ نجيب الفلوس. هي هنا؟ ايوه، هو دفنها مطرح من قتل. ايه؟ مفاتيح. ليه؟ حرص من صاحبك ولا تخونه يا صاحبي. في قبر مكتوب عليه اسم زهرة، وحندور في وسط دول كلهم وهتاخد التلت. معاك حق، يستاهلوا التعب. انت هتدور من الناحية دي وانا من الناحية دي، وزهرة معايا. معاك حق، اللي تؤمر بيه ماشي، بس خد بالك ما احبش اللي يغدر بيا. عقابي شديد يا صاحبي. Gentlemen, we leave the cemetery of the British Commonwealth and Empire of the Alamein War. This is the German cemetery. Den begraben die deutschen Offiziere und Soldaten, die den Tod gefunden haben, waren der Alamein-Schlacht.
Und in die Särge, welche Sie sehen, gelegt und haben diesen Bahn errichtet und ihm den Namen Deutsche Ehrenstädte allgemein gegeben. واخد المفتاح معاه، هحاول ادورها. روح انت واقف هناك، اذا شفتيه جاي ادعي لي. بس اداري اللي اشوفك. جاي جاي. Qui pure si trovano i cadaveri degli ufficiali e dei soldati caduti italiani. Questo mausolo fu costruito dopo aver raccontato le loro ossa, benedette. In queste camere sono stati scritti i nomi dei caduti italiani della battaglia dell'Alamein. خلاص أنا تعبت. معلش آخر مبر بعد كده اسكندرية. Thank you.
خلاص خلاص مفيش حاجة. دي أول مرة وآخر مرة تغدر بي. اسمع، أنا مش عايز مشاكل، أنا رايح المشوار ده عشان زهرة بس، إنما لو حطيت في دماغي مشاكل سكنتك دي مش هتنفعك أبدا. تعجبني يا صاحبي. أهلا وسهلا. تلات أوض من فضلك. أوضتين كفاية، أوضة حريمي وأوضة رجالي. حاضر. أصل أنا بخاف أنام لوحدي. اتفضل يا فندم. من فضلك، الحميمات نروح لها منين؟ الحميمات في قلب الصحراء، يجي 100 كيلو جوه. نروح لها إزاي؟ مش هتقدروا تروحوا لها لوحدكم. ليه؟ الطريق كله ألغام من أيام الحرب، لازم يكون معاكم دليل يعرف السكة. الدنيا بتجمع الأحباب بعد الفراق. رفضت تتجوزيني ليه؟ لأن بابا رفض. وانتي مالكيش رأي؟ رأي من رأيه. اهو انتي بقيتي صاحبة الرأي دلوقتي. ما تضيعش وقتك. انا بحبك يا زهرة. مش كفاية؟ امال ايه ليك فيكي؟ ان انا كمان احبك. وانتي مش بتحبيني؟ انت شايف ايه؟ لقيت الدليل؟ لقيته. تحب ترقصي؟ برافو برافو. روحي معاه، انا راجل سبور، أصلي بحبها من زمان وهي كمان بتحبني، بس مش واخدة بالها. أنا خايفة من الراجل ده. مش عيب تقولي كده وأنا معاكي؟ أنا خايفة عليك أنت. أنا آسفة، أنا وردتك معايا. أبدا، أنا قابلتك في ظروف كان لازم أقف جنبك فيها. وكفاية لحد كده، يلا نرجع. لو قلت الكلام ده قبل كده يمكن كنت وافقتك، إنما دلوقتي الحكاية حلوت. يا سلام، النوم لذيذ بشكل. مش هتنام يا صاحبي؟ لا. رايح فين؟ هشم شوية هوا في البلكون. طب بعد إذنك حنام أنا.
مين؟ قدامك في مدق على اليمين، خش فيه. ايه اللي هيدخلنا في الصحراء؟ خلينا على اسفلت. مش هيوصلنا، وبخش يمين. دي منطقة الغام. خدناها خلاص. خش يمين من هنا. تعرف يا زهرة، في بنات كتير تتمنى يكون في واحد بيحبها مستعد يضحي بكل شيء عشان خاطرها. انا مش منهم. خليكي منهم وجربي، هتعيشي معايا في منتهى السعادة. هو السواق ده اللي عليه العين؟ من فضلك. مش معقول تفضلي القسطة ده علي. مش عايز اللي اتقلب، لو عاوز العملية دي تتم. كلام سليم. خليك في حالك انت. ازاي بقى؟ هو انا مش معاكم في العبادي؟ انت ليك اجرك وبس. انا ليا التلت. وتطلع ايه انت كمان؟ الله، هو حاتم ما قالكوش ولا ايه؟ اخص عليك يا حاتم، مش تعرفني بالإخوان؟ أنا ضيا شريك حاتم. هو ده التالت؟ وجاي ياخد حقي. اوقف مطرحك. رايح فين يا صاحبي؟ راجعين، مش مستعدين نموت عشانكم. مش ممكن نمشي من غير دليل، دي منطقة مليانة ألغام. نرجع، وده كلام برضو. لا معانا أكل ولا مية كفاية. ما تخافوش، كلها ساعة زمن ونوصل للفلوس، إحنا ماشيين صح. إيش عرفك؟ عرفت من الدليل اللي اتفق معاه، وخدت هدومه كمان. ثم أهل الخير كتير. وإحنا ماشيين في المسكي؟ دي صحراء. سوق سوق، أنا ما أحبش الكلام الكتير. قلت لك الحدائق مش هتنفع معايا يا صاحبي. تعجبني يا صاحبي.
يا سلام يا جدعان، صحيح الطمع اللي ما جمع. مبسوط يا سي حاتم؟ راح شريكنا التالت ترى علينا اتنين بيدانه. تعرف اول ما شفتك قلبي وقع، افتكرتك مباحث. فضلت كبشان، حظك بومب، دخلت شريك بالساهل من غير تعب. مالك يا حاتم؟ ساكت ليه يا حبيب؟ قلبي عندك. ويلك ولين؟ الحب والفلوس. حاطط ايد على قلبك وايد على جيبك. خايف على طيرك ما يروح لغيرك. يا اخي طول عمرك راجل اعمال، مالك وبال الحب والغرام؟ ها؟ هنفضل ماشيين لحد امتى؟ لو خلص البنزين هنخلص احنا كمان. هنعمل ايه بالظبط؟ ندور على اي ناس، كل واحد يمشي في طريق. معقول؟ ضروري هنلاقي حد. بعد اذنك يا صاحبي. ما تتحركوا. رايح فين؟ ما تسيبنيش. خليك انت يا زهرة، لحسن تاخدي ضربة شمس، مش معقولة تطلعي جبل. خشي في العربية، خشي. غدار قذر، بتفكر في روحك وبس. انا دلوقتي هحرمك من كل حاجه، هحرمك من روحك كمان. ما تبقاش مجنون، لو فضلت لوحدك هيقتلوك. مالكش دعوه بيا، المهم اقتلك انت الاول. شيل السلاح اللي في ايدك ده يا ضيع، ما تغلطش.
أمال هعمل إيه بس؟ فين؟ حد عشب ده بس؟ وتعب نفسك ليه يا ست الكل؟ كفاية نص. اتفضل. شكرا. سيب الاكل مطرحه. جعان. قلت لك سيب الاكل مطرحه. لاحظوا اننا ما نعرفش هنوصل امتى. لازم نحافظ على الاكل اللي موجود. وحتى لو لقينا الفلوس لازم يكون معانا اكل للرجوع. الا اذا كنتم ناويين تاكلوا الفلوس. وزيرة التموين عندها حق. عايز اشرب. ارمي الحجر اللي في ايدك. قومي نامي في العربية. ارجع مطرحك يا حاتم. انا بحبك يا زهرة. عارفة. وعشان كده قتلت ابويا. انا؟ وهو معقول واحد يحب واحدة ويموت ابوها؟ مفيش غيره هو اللي بيكرهك فيه. خالد الكلب. ما تشتموش لانه ما يعرفش حاجة ابدا.
بتسخي فيه ليه؟ ده بيضحك عليكي لغايه ما يلاقي الفلوس. انا ما تهمنيش الفلوس، انا مش عايزه مشاكل، خلي المشوار ينتهي على خير. انتي عندي اهم من المشوار، اهم من الفلوس اللي في الدنيا كلها. عاوز اسمع منك كلمة واحدة، قولي اني بحبك، قولي انك بتحبني. ما بحبكش، ما بحبكش. سمعت يا اخ؟ قالت لك ايه؟ قالت لك ايه؟ قالت لك ايه؟ ما بحبكش، وانا كمان ما بحبكش. وانا كمان ما بحبكش. انا هقول لك نصيحه، انت عاوز منبه كل ما يلاقيك شارد فيها يصحيك، يفوقك من السحر، سحر الحب. انا بقى هكون المنبه بتاعك، مش عشانك ولا عشانها، عشاني انا. أنا عايز الفلوس، وبعدين يبقى أحب زي ما أنت عايز. شايف يا خالد؟ ما تخافيش، مش هيقدروا يعملوا حاجة. السر معايا. أنت نسيت إن دليل قال رضية؟ الدليل نفسه ما يعرفش. أنا كل اللي قلته له ودينا الحميمات. نامي أنت، نامي. ديب. بطل ضرب يا غبي. ما تسيبنيش. خليك انت في العربيه. لو انقتل ديب هتتلم علينا دياب الصحراء كلها. امال نسيبهم ياكلونا؟ ليه مش هتحطب؟ ولعوا نار. الدياب بتخاف من نور. على بال ليه يقولوا كلونا؟ ما تبقاش جبان. يلا يا حاتم، ليه مش هتحطب؟ يلا. انا مش هتحرك من مكاني. وانا شرحه. في النور، لو البطارية خلصت مش هنعرف نروح ولا نيجي. رجعك. ما بترديش ليه؟ رايح فين يا زهرة؟ هرجع مطرح ما جينا. لفي ورجعي تاني. رجعي! هنفضل ماشيين لحد امتى؟ أنا أعصابي تعبت، أعصابي تعبت، أعصابي تعبت. كل واحد طمعان في التاني، لسه ما لقيناش حاجة وكل واحد عايز يخلص من التاني. اللي عاوز الفلوس يروح هو يجيبها، لكن أنا لازم أرجع، لازم أرجع، لازم أرجع، لازم أرجع، لازم أرجع. وهنرجع إزاي بس؟ إحنا مشينا كتير.
ممكن نرجع على عالم الكاوتش. مظبوط. تعالي مطرح يا زهر. اقعد. انا لسه ما اتكلمتش. ممكن نسيبك هنا وكمل لوحدك. وانا كمان ممكن اسيبكم هنا وارجع لكم بعد ما الاقي الفلوس. اسمع، انا ما عنديش مانع ارجع، بس بشرط تقولي على مكان الفلوس وبعدين نبقى نرجع نجيبها على رواق. ما تقولوش يا خالد، هيقتلني ويروح لوحده، انا عارف اكتر منك. هقول لك على مكان الفلوس، بس لما نوصل للعمار. سوق سوق يا صاحبي. الهواء سخن، ربنا يستر. بتقول ايه؟ بقول ان الهواء مش في صالحنا. الهواء انا هو. انتوا بتتريقوا؟ الهواء السخن معناه عاصفة هتقوم. بص قدامك يا جاهل انت وهو. انا عايش في الصحراء بقالي 7 سنين وفاهمها كويس. ويهمنا ايه منها؟ لو العاصفة دخلت علينا هنضيع، لأنها تمسح أثر العجل. وقفت ليه؟ العاصفة دخل علينا. بصي، اقفلوا الإزاز. واخرتها اخرتها هموت. ليه؟ عشان مجانين، كلنا مجانين. رجعتونا اللي مشيناه، قتلتونا بالحياه. انت ميت وانت ميت وانت ميتة وانا انا لا انا مش ميت، موت كلكم وعيش انا. انا بخاف من الموت، بخاف من الموت، بخاف من الموت. الهوا مسح على وادي الكاوتش عشان نموت. عاوز نموت. ساكتين ليه؟ اتكلموا، انتوا قولوا اي حاجه، قولوا عايشين وحنوصل ونشوف الناس ونمشي الزحمه ونسمع الدوشه. وانتي ساكتة ليه؟ اتكلمي، عزلت السكوت، اعملوا هيصة. خلونا احس اني عايش. Thank you.
خذ البنزينات دي. ما عادش فاضل ولا نقطة يا صاحبي. Thank you.
موتوا بقى. Thank you.
انزلوا هاتوها. ميه يا عوام. بلوا الشفايف بس. الحمد لله على السلامة. الصحراء كلها نورت بهدومك يا. لا انت اسمك ايه؟ زهرة. عاشت الاسامي. زهرة في وسط الصحراء، ازاي تعيش بدون مية؟ اي ريح حلو رميتك علينا يا زهرة. خالد. خالد؟ خالد مين؟ هما سابوني وراحوا. اهدي، اهدي بس اهدي. الصبية تعبانة، سيبها ترتاح. اشربوا الشاي. مش عايز شاي. أنا عايز زهرة. أنا شفت ثلاث خيالة بيشيلوها. كانوا متلات مين؟ معرفش، شفتهم من بعيد. كان معاهم كلب. تمام. أنت تعرفهم؟ أنا ما رضيتش أقول لك وأنت تعبان. زهرة خدها جاسر. ويطلع مين جاسر ده؟ جبار الصحراء. ومبين هنجيبها؟ ما تتعبش نفسك يا ابني. جاسر قاطع طريق، بياخد ما بيديش. يعني إيه؟ يعني
اعتبرها ماتت. قوموا قوموا فرفشوا عن نفسكم واحمدوا ربنا انكم لسه عايشين. اتفضلوا. مين دول؟ ده جاسر. محدش يتحرك من مطرحه. ده مجرم. سيبوه ياخد اللي هو عاوزه. قوي ما اقدرش ما اروحش. انا جاي معاكي. تروح فين يا ابني؟ اهدى بالله، احنا مش قد الظالم ده. اسمع يا عم الشيخ، احنا كنا ميتين وانت حيتنا من جديد، يعني في رقبتنا دين لازم نوفيه. هرجع لك بضاعتك ونرد لك اعتبارك. انا جاي معاك. وانا كمان جاي معاك. اتفضل يا راجل. مساء الخير يا رجاله. علي Ha 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 ha
هستنياك في الخيمة بعد الرقصة. حاضر. ابقى تعالى لي الخيمة. بدي احكي معاك كلمتين. ده وقت حكي يا غانم. معلش العجله مش شيطان. ما انا الشيطان. عن اذنك يا حلوه. دلوقتي انت خدت البنايه دي لنفسك. تمام. فين نصيب الرجاله؟ تقصد ايه يا غانم؟ اي مكسب بتنوله بكل رجاله نصيب فيه. عايزين تشاركوني فيها؟ لا ما اقصدش. امال ايه؟ كلك نظر. طيب نصيبي في كبسه امبارح ياخدوها الرجاله. الله الله الله، انت لحقت تنام يا حلوة. Thank you.
زهرة. الفلوس هنا. ندور بقى. ثاني حتة. في أي حتة. زهرة. زهرة. تلاتة. ارمي الفلوس يا حاتم. شيل ايدك فوق احسن لك. ارمي الفلوس. ارمي السكينه اللي في ايدك. والمسدس كمان. اسمع على واحد احسن. يا صاحبي الفلوس. انا اللي اكسب. علشان الفلوس تشتري الحب. اشوف وشك بخير يا صاحبي.